الطريق إلى العمل سمعت المداخلة، حبيت إنه يعني نثري ونثقف الناس بالحالية. جزاك الله خير. الله يسلمك. إن شاء الله. أبو عمر، في سنة 2020 أصدر صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار بنقل شؤون القصر إلى هيئة تنمية المجتمع. والمعني هني بشؤون القصر أن كل ما يتعلق بعملية إجراء فتح الملف أو دراسة الحالة أو تصنيف القاصر، وكلمة الشؤون هنا تعني كل الأمور الاجتماعية التعليمية الصحية، تمكين القاصر، تثقيف، دراسة زواجة، كل ما هو معني بالشؤون انتقلت إلى هيئة تنمية المجتمع، وتم تغيير اسم مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر إلى مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر. نحن فقط معنيين حاليا بإدارة الأموال، يعني كل ما يتعلق بمال القاصر، أصوله، عند بيت، عند رخصة، بيشتري شيء، كل ما فيه أمر مالي في المؤسسة عندنا، وكل ما يخص أمر اجتماعي أو ما يخص الشؤون تم نقله إلى هيئة تنمية المجتمع، وتم نقل فتح الملف أو أي إجراء أنت بتقدمه لا هيئة تنمية المجتمع، وبالتعاون بيننا هيئة تنمية المجتمع تقوم بدراسة الملف، دراسة الطلب، يبي يسافر يشوفون كم المبلغ اللي هو محتاج إنه للسفر، يبي يشتري سيارة، يبي يشتري أي شيء، يشوفون هل المبلغ موجود، هل المبلغ متناسب مع دخله، مع إمكانياته، مع تصنيفه. يعني مثلا هو عنده في حسابه 500,000، يبي يشتري سيارة 400,000، الهيئة تقول له لا، السياسة اللي بيننا وبين مؤسسة الأوقاف وإدارة الأوقاف أنت عندك 500 دخلك السنوي 300,000، معناته أنه أنت ما تقوم تشتري سيارة 400,000، تشتري سيارة حدك مثلا 200,000 حسب الإجراء الموجود عنه. يبغى يشتري كمبيوتر، كل هاي الأمور هاي تم دراستها وين؟ في هيئة تنمية المجتمع. وبالتالي هيئة تنمية المجتمع طرش لنا الإجراء، ونحن نقوم بمراجعة السياسة الموجودة وبالصرف لهيئة تنمية المجتمع، والهيئة اللي تعطيه الفلوس. فالعملية اليوم مقسومة بيننا وبين هيئة تنمية المجتمع، فهو لازم يقدم في هيئة تنمية المجتمع لتم دراسة الحالة والطلب والنظر في طلبه. وبالنسبة لنا يعني نحن لو رمسنا باللغة بسيطة عبارة نحن البنك اللي في ظهر هيئة تنمية المجتمع اللي مال هذا القاصر، والهدف طبعا المحافظة على مال القاصر والصرف على مال القاصر. فاليوم الحكومة رأت أن بدأ ما تكون دائرة واحدة معنية بكل الأمور، بالعكس حتى القاصر دائرتين، واحدة معنية بشؤونه واحدة معنية بإدارة أمواله. فهذا الإجراء بعمر اللي حاصل حاليا في بين المتعامل وهيئة المجتمع ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر.